أهلي كبير وهيفضل طول عمره كبير جدا وهيفضل دايما في ظهر جمهوره طول جدا. الوقت. انا حتى معترض على كلمه يمرض ولا يموت، هو كان الحمد لله رب العالمين كان ما بيمرضش، ده هزار خالص. انا ولا بيهمني كل الكلام ده، لا قدر الله ماليش نصيب في الدوري السنه دي برضه. وايه يعني؟ وايه يعني يا جماعه؟ عندنا منه كتير. عندنا منه كتير. وبعدين احنا كنا فين لما خدناه 9 سنين ورا بعض؟ كنا بنلعب نفسنا. بس ان شاء الله الاهلي هيكسب انا ان شاء متفائل باذن الله وانا كمان ان شاء الله. لو بيومي فؤاد مسؤول عن التعاقدات في يناير، مين اللاعب اللي نفسك تضمه للاهلي؟ والله بجد، وانا بقولها بجد، انا عندي ناشئين مش محتاج يخليني اضم لعيب بره، بجد والله العظيم عندي ناشئين اقدر اعتمد عليهم واقدر اطلع ناس وكل الكلام ده. حساسيه المواقف بقى والحاجات، وان ما اعرفش هنا من فين وهنا من كذا وهنا من كذا، الحاجات ديت يعني ما فيش. طب الحاجه اللي لعيب بتفرحني لفت جدا، نظرك في الدوري المصري؟ الحاجه اللي بتفرحني جدا ان الفرق بتاعت الدوري اللي بتتعادل مع الاهلي او بتكسب الاهلي في 9 من ال 11 اللي بيلعبوا ولاد الاهلي. انا امشور. دي ملحوظه مهمه جدا على فكره. والله العظيم 9 ان لم يكن المدرب اللي بيدربهم هو اصلا احد ابناء الاهلي، في 9 ولا 8 على الاقل خالص كلهم ناشئين الاهلي او الاهلي بيعايرهم بكذا، وده شيء عظيم وبيلعبوا بروح الاهلي.